السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ اموركم كلها مزيانه؟ المهم البنات، طلعت عليكم في هذا الفيديو هذا، بغيت نشارك معكم هذه العشيه هذه كيفاش غادي تدوز. المهم كما كتشوفوا راني خارجه، كان جالسه هنا قدام لهذا الاوتو دانسيس كنتسنى في ليلى تخرج عندها الابوينتمنت اليوم، وحنا جالسين كنتسناو ان شاء الله تكمل دوك المضمات ديالها وغادي نمشي ان شاء الله دايره البروغرام. باش بغيت نمشي نتقدى، يعني خاصني شي حويجات الكوزينه. ومهم هذا هو البروغرام اللي انا دايره، يعني الا جات شي حاجه من عاد خرجت شي حاجه، راكم عارفين ملي كتكوني خارجه تقضي حاجه عاد كتخرج لك شي حاجه هكاك. المهم الا خرجت شي حاجه راه بطبيعه الحال ما غادي نشاركها معكم. المهم حنا مع بعضياتنا البنات، كنت نشارك مع الاخوات يعني هذا النهار. داتي مامي داتي بزاف اتس اوكي. قلت نشارك معكم هاد العشيه هذه كيفاش غادي تدوز. المهم سامي راه عيان الوقت ديال النعاس هذا ديالو، راني معنقاه بركة كنعطي شويه في الحنان باش يلا ينعس شي شويه. ياك مامي؟ هو مولفين في الاصل، يعني مولفين كندخلوا لداخل وكاين واحد الفضاء دايرينو صغيور فين كيلعبوا الدراري. ودابا زعما يعني دابا كلشي حل، ولكن تحلوا باش نقول لكم بشروط وبقوانين. بحال دابا يعني ما نقدروش ندخلوا، الا دخل واحد ما يدخلش، يعني ما يفوتوش جوج ديال 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 الناس، وخصوصا يا يعني سامي الا دخلتو غيبدا يبكشش وغيبدا يخربق وداكشي. وهو ما فهمش هادشي، مسكين ما فهمش هادشي، بغى يدخل بغى صافي وصل هنا قدام هاد سميتو هاد البنايه دي عارفه، يعني خاصو يدخل يلعب شي شويه، راه بزز باش تقبلها شويه. راه كان كيبكي، راه كيبان لكم عيني باقي مدمعين شي شويه، راه كان كيبكي، يلا تقبلها شي شويه. يلا البنات، المهم حنا مازال مع بعضياتنا. ديرو بالك شي حاجه؟ نو بليز. كتبان هاد الكمامة هنا، هادي راه كمامة البنات، شوفي كي كتبان. ملي كندير هاد الكمامة هكا بحال هكا بسميتو، خصني غير نهول شي شوية الزيت بحال هكا ونعود باينة بحال دايرة النقاب. والله إلا زعما العالم كله عاد داير النقاب. المهم البنات، جينا هنا للريستورون ديالكم، ولكن ما نزلناش، ما نكذبش عليكم، الدنيا عامرة عامرة. إلا قلبت ليكم راه الدنيا عامرة، ومعايا الدراري راه مطبله مطبله بزاف بزاف بزاف. خليت غير الزوج ديالي هو اللي هود راسو، عطيتو الورقه اللي مقي كاع باش شتك ليلى، عطيتو الورقه اللي مقيد فيها داكشي، يعني تقضيو داكشي اللي خاصنا ودخل هو يتقضى. ما بغيتش نغامر، يعني لحقاش الدنيا مطبله، ما عرفتش كيفاش مطبله مطبله، عمرني ما شفتها بهذه الطريقه. بعدا غير باش نباركيو شحال حنا كندورو باش لقينا هنا الباركين. المهم البنات، يلا حنا مازال مع بعضياتنا. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على ريستورون ديبو هنا، يعني كيفاش كيفاش كتاخذي ديك الكارطه باش كتخدمي بها وهذا، ما كنتش عليكم انا النهار جيت لهاد البلاد، يعني راجل كانت عنده الكارطه وهذا، ولكن اليوم ان شاء الله دابا هادي مدخله ريستورون ديبو في الفيديو، والا غادي ناخذ غادي ندخل ناخذ لكم معلومات. والله ما عرفت. المهم انا اللي عارفه بلي خاص يكون بيزنس، يعني يكون بيزنس ريستورون، ولا حيت اكثر اللي كيتقداو هنا يعني كتكون عندهم محلات بحال هكا ديال الماكله، ولا يعني كيحتاجوا هذا. ولكن انا راجل والله ما عرفت منين صايب الكارطه، غير يدخل ان شاء الله ونجيب لكم الخبر. المهم البنات، انا رجعت بديت خدامه، يعني كان حيت عليا داكشي اللي خاصو يرجع للثلاجه. وهنا كما كتشوفوا كان قاد في الكفته، يعني الكفته كناخذها رولو كبير وكان شكلها، كنت سبق لي شاركت معكم يعني الكفته، كنت كنتبلها عاد كنديرها في المجمد. نصحوني بعض الاخوات الله يجازيهم بالخير اللي قالوا لي يعني من نتبلش الكفته ونديرها في المجمد ما كتبقاش صحيه. داكشي علاش كما كتشوفوا عاد كنديرها يعني بلا تتبيله بلا والو، يعني غير كرش عليها، غير كنجبدها كنقطعها وكنشكلها. المهم كتشوفوا هنا يعني كنجبد من الرولو ديريكت وكنخدم هذاك الرولو كله، راني عقمتو البنات، عاد يعني بديت كنخدم به. وكما كتشوفوا يعني صافي هنا شكلت على حساب الهمبرغر وهذا، وهاد الكميه هذه اللي كتشوفوا بحال هكا كنضغط على هذا الشكل بحال هكا. يعني الا بغيت مثلا كفته كواري في الطاجين، بغيت تصايبها مع يعني مع باستا، مع اي حاجه، كتجيني هذه الخدمه بحال هكا سهله، يعني كتكون نهار خدمه وكتبقى يعني طول ثلاث المده كامله، يعني كتبقى غير كتجبدي وكتلقاي الحاجه مصيبه.
صافي هنا كما كتشوفوا راني خدامه، خصكم انا مازال خدامه ومازال تابعني واحد الكرتونه ديال الدجاج، وغادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الطريقه يلا اكتشفتها طريقه زوينه باش عاد كنخدم الدجاج ما بقاش كياخذ لي يعني مده طويله كيف ما كان. يعني راني سبق لي وكنت مشاركه معكم وكان نال الاعجاب ديال بزاف ديال الاخوات، يعني بزاف الاخوات اللي اعتمدوا ديك الطريقه، ويعني شحال ديال الاخوات مازال دابا يعني كيوصلوني تعاليق اللي كيشكروني على ديك الطريقه اللي كنت شاركت معكم ديال الدجاج. ولكن هذه الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم دابا ان شاء الله من بعد ما نكمل الكفته اسهل بكثير. المهم انكم ما كتشوفوا راني كنشكل في كويرات، غير كنشكل وكندير بحال هكا في بلاستيك، ومن بعد غادي ندخل كل شيء للمجمد. يلا مازال مع بعضياتنا البنات. المهم هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت هادشي غادي نمشي اول حاجه اللحوم في المجمد ونجي ان شاء الله نبدا بهاد الكرتونه ديال الدجاج. بطبيعه الحال ما غاديش نشارك معكم بالتفصيل الغسيل وداكشي، يعني غادي نغسل الدجاج وغادي نتلاقاو ان شاء الله في التقطع. انا بغيت نشارك معكم التقطع هو اللي بغيت ناكد عليه. ها الكرتونه البنات اللي كناخذ. يلا البنات حنا مازال مع بعضياتنا. المهم البنات هنا كما كتشوفوا راني باركه خدامه في الدجاج مهم تنقيت وبغيت نشارك معكم الطريقه. هذه طريقه زوينه بديت كنديرها كنتعمدها مؤخرا في التقطاع ديال الدجاج وفي كل شيء. المهم انا غسلته الغسله الاولى وكما كتشوفوا هنا بديت كنقسم فيها، عاد من بعد ضروري ما غادي نعاود نغسلو الغسله الثانيه. المهم انا كما كتشوفوا هنا البنات الدجاج بغيت نحيد منه الصدر وبغيت نحيد منه هاد الجنيوحات هادو اللي كنديرهم بواحد التتبيله كيجيو زوينين. وهنا كما كتشوفوا قطعت منه الفخذ اللي خليته بحال هكا يعني صاين الفخذ مع هاد الظهر ديالو بحال هكا، يا يطيب في الفران يا يتشوى، يا مثلا كان غيتشوى غير كنزيد نقطعو واحد التقطيعات بحال هكا غير كنفلحو وكنرقدو كيجي رائع. المهم دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنقطع الدجاج بهاد الطريقه هادي. المهم اول حاجه كنبدايا كنحيد الجناوح، سبقلي شاركت معكم الطريقه ديال الغسيل ديال الدجاج والتنقيه ديال الدجاج اللي نالت العديد يعني بزاف الاخوات اللي نفعتهم هذيك الطريقه، لحقاش راكم عارفين في المغرب حنا راه يعني الدجاج كتجيبيه مثلا بغيتي تقطعيه بغيتي للشوا بغيتي هكا كتجيبيه من عند جيجي كتجيبيه مقاد. اما في هذه البلاد السعيده يعني ضروري خاصك تعري على كتفاتك وتقطعي وديري. ممكن ما كتشوفي حيد جنيوحات هما الاولين، بغيت نحيد العنق نحيدو بغيت نخليه. انا دابا ان شاء الله غادي نحيد هاد الجلده لحقاش كما كتشوفوا الصدر ما بغيتوش في الجلده، يعني بغيتو بحال هكا تكون محيده منه هاد الجلده. كنجي من هنا من الفوق من جهه العنق بحال هكا وكنبدا نفلح. انا كما كتشوفوا راه دايره المنشار الكبير ديال الخبز هو اللي كيعطيني الطوح. شتو البنات كنقطع هاد يعني نهار واحد كتكون فيه خدمه كثيره كتكون فيه مسح الكوزينه، يعني ضروري هادشي كلشي خاصو يتمسح بجديد ويتعقم، ولكن كترتاح يعني كلشي كتلقايه عندك مقاد في المجمد غير كتجبدي وكديري. وكما كتشوفوا انا عريت الصدر، انا بغيت غير الصدر اللي نعري لي نحيد له جلده، اما الفخاد وداكشي بغيت نخليهم بجلدتهم. صافي كما كتشوفوا انا عريت له الصدر، غادي نقطع الصدر غنقطعو بالعظم ديالو بكلشي ليه، عاد من بعد عاد غادي نقي. صافي كما كتشوفوا طريقه سهله، شو المنشار كيدخل في كل شيء في عدم كل شيء. هانتو البنات ها الصدر، من بعد عاد غادي ندخل له غير بالموس ونحيد هاد العظم هذا. هذا راه حالو ساهل، هذا دغيا دغيا هذا غير بالموس بحال هكا كنتبعوا الحاشيه ديال العظم بحال هكا، يعني حالو ساهل. شوف البنات غير كنفلحو ليه الاول وكيتبعنا. صافي كنبقاو تابعين العظم، كما كتشوفوا البنات ها الصدر ديالنا واجد كما كتشوفوا ما فيه لا عظم لا حتى شي حاجه منقي مقاد هو هكا. غادي نبقى مستمر على هاد الطريق. هذا مثلا بغينا نديرو في الشوربه بغينا نحضرو به المرق ديال الدجاج، يعني راه نستعملو كيف ما بغينا. وملي كنعري بحال هكا كما كتشوفوا هاد الفخذ هذا كنحيد هذيك الجلده اللي كانت ديال الصدر
كيف ما بغينا يعني نعري، ولكن انا ما كنتش عليكم هذا الشيء كامل اللي دايره دايره الشوايه يعني دابا صافي بحال سخان وداك الشيء يعني كنبغيه الشوايه داك الشيء علاش ما كنحيدش له الفخذ ما كنحيدش له هذا الجلد ديالو ما كنبغيش نسلخو. حيتاج الشحمه هذه يعني كنحاول نقي كما قلت لكم من بعد عاد غادي تعاود يتغسل من بعد ما كان مقطعو بحال هكا وكل شيء يعني دابا راه بالحامض ديالو بهذا بالحامض ديالو بكل شيء ليه من بعد يعني غسلته الغسله الاولى دابا ان شاء الله من بعد ما غنكمل تقطع وكل شيء غادي نعاود نغسلو الغسله الثانيه وغادي يكون موجود. شوفوا شحال ديال الجلفات والشحومه تحيت منه. نعاود معكم وحده يعني لاصوص غير غادي تشوفوا ان شاء الله. صافي البنات هنا كما كتشوفوا كملت سقطا هنا هاد واحد الحبات خليتهم بحال هكا صاينين يعني الا بغيت لواحد شها يعني بحال هكا الدجاج محمر بشويه ديال الزيتون ولا شي حاجه. المهم دابا ان شاء الله غادي نرجع نغسل هاد الدجاج هذا غادي نغسلو نعاود نغسلو يعني بالحامض وبشويه ديال سكنجبير. انا كنديرو سكنجبير باش كيخرج له اللون ديالو بيض كما كتشوفوا بحال هكا وكيحيد منه اي زفوريه يعني كيحيد منه كلشي. يلا البنات حنا مازال مع بعضيات. المهم البنات دابا من بعد ما كملت الدجاج يعني غسلت كلشي رجعت الدجاج لبلاصتو عقمت الكوزينه راكم عارفين هاد البوطاجي هذا كله يعني كان الدجاج غسلته بتيدو جافيل عقمت هادشي هنا مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندير هاد الدجاج نيت هو غادي نشويه للغدا وغادي نشارك معكم التتبيله اللي كتجي رائعه البنات الدجاج يعني كتجي زوينه بزاف. المهم هنا كما كتشوفوا خديت واحد الصوص ديال الثومه انا هنا كما كتشوفوا رانا قاسمه كيبان لكم جوج لحقاش واحد غندير فيه الاعشاب المناسبه وواحد ما غنديرش فيه الاعشاب المناسبه. الدراري عندي ولادي ما كيبغوش منسم خصوصا ملي يكون بحال هكا مشوي ما كيبغوش منسم بالاعشاب المناسبه داكشي علاش غادي نقسم اللي عندهم هاد المشكله هادي مع ولادو يخليها ليا ضروري خاصك ديري حاجه للدراري وحاجه لك وصلا كانت شي شهيوه بحال هكا وراكم عارفين انا ما كنبغيش يعني على ود حد الدراري ما كياكلوش نحيد انا ما نديرش الحاجه كاع بالمره لا ما يمكنش. ممكن ما كنشوفوا هنا يعني خديت واحد الكميه ديال الثومه غادي ندير معكم بعدا وحده غادي ناخذ واحد شويه ديال البزار شويه ديال السكنجبير شويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم. هذا الخرقوم البلدي هذا بغينا نديروه بغينا نستغناو عليه يعني بالنسبه للاخوات اللي ما تبغوش ديروه تقدروا تستغناو عليه وتخليوا اللون ديال الشوه ديالك كيكون داك اللون محمر بحال هكا كيكون زوين. وبطبيعه الحال غندير الملح وغندير بطبيعه الحال الحامض البنات هنا كتشوفوا هنا غندير واحد نص حامضه حيت هاد الزريعه ديالها الدجاج بعد الطريقه يعني قد ما قدرنا نخليوه مرقد راه كيجي رائع كاع الا كان عندنا بحال دابا مثلا هاد الدجاج بغيت نديرو حتى الغدا نقدر نوجدو اليوم وما نديرو حتى الغدا يعني الا خليناه ليله كامله راه كيجي ما تشبعيش منو البنات. ممكن ما كتشوفوا البنات وهنا غادي نضيف الاعشاب المناسبه اي نوع عندنا ديال الاعشاب المناسبه اي نوع. انا غندير خليط غندير خليط ديال اورغانو ديال الزعتر ديال غندير خليط من هاد الاعشاب المناسبه راه كيجيو روعه زعتره الحلحال يعني اللي بغينا نديروه نديروه.
بغينا نضيف واحد معلقه ديال الزبده حتى هي راه كتجي مزيانه. انا ما بغاش ندير زبده، غادي نكتفي غير بالحامض. وبالنسبه اللي ما بغيش يدير الاعشاب المناسبه نفس العطريه، غير هي ما غنديرش فيها الاعشاب المناسبه، غندير شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملح، وبطبيعة الحال الحامض. دابا غادي ندوز ان شاء الله الدجاج نفلحو باش غادي نشربلو. نحيد هاد العظيمات هادو، ممكن ناخدو الفخد كنحاولو نفلحوه البنات باش كيجي يعني ما كياخدش لينا وقت كبير في الشوى وكيجي مشرب من الداخل. ممكن ما كتشوفو على هاد الشكل كندوزو الموس حتى كنكسو العظم وكنحبسو شو من يعني من كندور عليه كامل. الطريقه راه نديروها للدجاجه كامله، يعني مثلا بغينا نشويو الدجاجه كامله نديروها للدجاجه كامله، وقت نركشو الدجاجه يعني شنو خرجت منها، حيت الصدر بوحدو حيت الجنيوحات بوحدهم كنبغي نديرهم في التتبيله وحده اخرى. وكندقدق ليها هاد العظيمات هادو، شفتو كندقدق ليها هاد العظيمات هادو باش ما كتاخذش وقت كبير في الشوى. ندهنها مزيان كما قلت لكم قد ما قدرنا نخلو تشرب، يعني هاد العطريه هادي راه كتجي ما تشبعيش منها. انا غادي نشويها في شويه كيف ما بغينا، يعني ما نشويهاش في شويه، بغينا نديروها في الفران حتى هي كتجي رائعه. ملي نديروها في لاطون وندخلوها الفران بهاد التتبيله هادي راه كتجي روعه. حتى هي بنفس الطريقه غادي نفلحها كامله. ماس كاليكس خدامه بيهم، درتهم في الماكينه باش يتغسلوا. شوفي ليه كنخدم غير بهذا المنشار الصغير. نحاولوا ندخلوا يعني في هذه الفليحات هذو اللي فلحنا، نحاولوا ندخلوا هذه الاعشاب المنسمه وهذه التوابل كلها اللي درنا. ونخليوها تشرب، ما شربت قد ما كتجي ما تشبعيش من هاد الفخيدات هادو. هاد التتبيله راه نقدروا نديروها حتى للخضره الا بغينا نشويوها، حتى هي نديرو معاها حتى هاد التتبيله راه كتجي رائعه. بعض المرات كنديرها مع القرعه والله الا غنشوف واش القرعه باقا عندي في الثلاجه ولا لا.
على ريحة هذا الشبعات. يا سلام، المهم البنات الدجاج راه لا ينسى في طابش. نقول لكم البنات هاد السبيله هذه الا جربتوها من اول استعمال ان شاء الله غادي تعود عندكم معتمده، لحقاش كتجي رائعه في الدجاج، خصوصا هذا يعني الدجاج الابيض هذا اللي شنقول لكم كيجي رائع في الشوايه. انا كما كتشوفوا شويه مع شويه ديال الفلفله وهذا تبغي ندير معاك راه عساها كثرتي ما عنديش في الثلاجه. صافي درت معاه شويه ديال هذه، غادي نشارك معكم ان شاء الله الطبله من بعد ما نحطها. وهاد الدجاج البنات من بعد ما تشوى كما كتشوفوا راه باين من اللون ديالو ومن الشكل ديالو كيجي رائع كما قلت لكم. هنا درت شاركت مع واحد سلطه منوعه، درت فيها شويه ديال الفطر، شويه ديال المطيشه، شويه ديال الفلفله اللي سبقني ودرتها معكم مع الزيت البنات. هانتوما شوفوا الترك هذا كي جات، هذاك الصوص اللي درت يعني ما درت حتى شي حاجه، ودرت شويه ديال العدس، العدس ماشي العدس، وما بقى لي غير غادي نودعكم البنات ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله.